السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم السبت 21 غشت، ونقدم لكم كذلك الأيام القريبة المدى والبعيد المدى والمدن المعنية إن شاء الله بالعواصف الرعدية والأمطار الخير إن شاء الله. فما زالت النماذج العالمية تشير إلى دخول عواصف قوية وكذلك أمطار الخير إن شاء الله، فأرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق المعنية إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة، لا تنسوا دعم المقطع لايك وشكرا لكم مسبقا. بالنسبه ان شاء الله اليوم غدا ان شاء الله في احتمال كذلك ظهور بعض الزخات الرعديه خصوصا فوق المرتفعات الاطلس باذن الله، وكذلك انخفاض ملحوظ في درجه الحراره مع زخات مطريه، وكذلك دخول سحب مدارية قد تؤدي لزخات رعديه اقصى جنوب المملكه باذن الله مع تقدم عواصف قويه، مع احتمال زخات رعديه كذلك وزخات مطريه باذن الله في مرتفعات الاطلس الكبير باذن الله والجهه الشرقيه ومرتفعات الريف باذن الله. اما بالنسبه لباقي المناطق الاخرى ستكون اجواء مستقره الى قله السحب مع انخفاض ملحوظ في درجه الحراره ان شاء الله، مع تقدم امطار الخير في الايام القادمه سنقدم لكم في هذا الفيديو المدن المعنيه ان شاء الله. بالنسبه ليوم الاحد ان شاء الله فيتوقع باذن الله ان تكون بعض العواصف الرعديه كذلك مرتفعات الريف، لكن تبقى نسبيا ضعيفه. بالنسبه ليوم الاثنين ان شاء الله فيتوقع دخول عواصف رعديه مهمه وتقدم امطار الخير في الايام القادمه باذن الله، وسوف تبقى على الجهه الشرقيه وكذلك مرتفعات الريف والاطلس الكبير وكذلك باذن الله مرتفعات الاطلس. كذلك بالنسبه ليوم الثلاثاء ان شاء الله فيتوقع ان تكون بعض الزخات الرعديه على الجهه الشرقيه على وجده، وكذلك باذن الله فاس ومرتفعات الاطلس الكبير وخنيفره وكيكو، وكذلك بني ملال باذن الله وكمدن وامزميز وايمنتانوت. بالنسبه ليوم الاربعاء فيتوقع دخول عواصف رعديه قويه في المرج الحيطه والحضر قد تكون احيانا خطيره، هذه العواصف فيتوقع باذن الله ان تكون بعض الزخات الرعديه القويه على كيكو وخنيفره وكذلك وطات الحاج ومرتفعات الريف وكذلك خنيفره وخريبقه باذن الله ويضاب الفوسفات باذن الله وبني ملال وايمنتشيل وكذلك مراكش قد تصل كذلك حتى تبعيت وايمنتشيل وايمنتانوت وتليوين باذن الله وحتى اقلمي بعض الزخات الرعديه القويه نسبيا. بالنسبه كذلك اليوم الخميس فيتوقع باذن الله استمرار الطقس غير مستقر وزخات امطار وعاصفيه وكذلك مع عواصف رعديه قويه على عده مناطق من المملكه باذن الله، على وجده وجراده وتوريت وتازا ومرتفعات الريف وكذلك كيكو باذن الله وخريبقه وبني ملال وخنيفره وكذلك ميدلتش باذن الله وصفرو وكذلك اوكيمدن وايمنتانوت وايتاود، وقد تصل بعض الزخات المطريه كذلك حتى تارودانش باذن الله بؤيد داود باذن الله. كذلك بالنسبه ليوم الجمعه فيتوقع دخول عواصف نسبيا قويه فستؤدي الى زخات رعديه قويه محليا في المرج الحيطه والحضر على الشمال الشرقي وكذلك مرتفعات الريف والحوز، وباذن الله كذلك يذهب الفوسفات والماس وكذلك السهول تادلو باذن الله ارحامنا، وستؤدي بعض الزخات الرعديه القويه على فاس وزخات مطريه مهمه باذن الله، ستؤدي الى بعض الزخات المطريه المهمه ان شاء الله. بالنسبه ليوم السبت باذن الله فيتوقع كذلك استمرار هذه الزخات المطريه على مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط باذن الله، وستؤدي الى كذلك الى بعض الزخات المطريه المهمه بحول الله. كذلك بالنسبه ليوم الاحد ان شاء الله فسوف تستمر هذا الطقس الغير مستقر مع زخات مطريه باذن الله وزخات رعديه في سلسله الاطلس الكبير والمتوسط بحول الله. بالنسبه لباقي المناطق الاخرى ستكون أجواء مستقرة إلى قليل.